دكتور محمد، يعني الأدوية اللي قال عليها دكتور محمد عز العرب الخاصة بالكانسر وشلل الرعاش والأنسولين وإلى آخره، هل بالفعل هي مختفية تماما من السوق، ولا هل إحنا عندنا جزء متوافر؟ وهل بالفعل المريض دلوقتي، يعني ما يقال عن مرضى السرطانات تحديدا، العياذ بالله وبعيد عن كل الناس يا رب، هل فعلا عندهم صعوبة في الحصول على الدواء، وخصوصا المستشفيات اللي بيتعالجوا فيها؟ هو طبعا هناك نقص، ونقص احنا بنقول متكرر ومنذ فترة، يعني تعدت 5 سنوات وكل شوية بتلاقي فيه نقص في الأدوية. زي ما أشار زميل الدكتور محمد شاهين إن طبعا إن هناك يعني زي نشرة دورية تطلع من الإدارة المركزية للصيدلة بالنواقص الموجودة. طبعا في نواقص، ونواقص هامة جدا، منها الصبغات المختلفة، وحتى في صبغات مهمة جدا لتشخيص شبكات العين والدوره الدمويه فيها، احنا بنعاني حاليا من نقص دي مش فيها موجوده برضه. زي الاندوسيانين جرين وحاجات زي كده. كان في نقص لحد قريب في صبغات مهمه جدا زي الليبيدول، دي معالجه سرطان الكبد، وبرضه بنستخدمها في معالجه دوالي المعده. في نواقص حيويه، وفي زي ادويه سرطانات، لدرجه كان في نقص لدواء هام زي الاندوكسان وكان ده، لدرجة ان احنا غيرنا بروتوكولات العلاج على نتيجة النقص ده. طب هي المشكلة فين؟ لازم نعرفها وطرق الحل ناقشنا فيها كتير قوي، وفي معهد التخطيط القومي حطينا تصورات كثيرة جدا جدا في ندوات، ولكن لم يعمل بيها. لم يعمل بيها ليه؟ احنا قلنا النواقص دي هتستمر. طبعا في شركات الأدوية، طبعا في شركات أدوية، مش كل شركات أدوية عندها طمع، في شركات فعلا وطنية خالصة واحنا عايزين ندعمها. أولا بتوفر لي فرق سعري هام جدا من الدواء المستورد، وتاني نقطة إن أنا بدي فرصة لإن أنا أرجع الثقة للدواء المصري اللي هو صناعة قديمة من 1934، وزاد فرص تصديرية، إلى جانب إن أنا أسد احتياجات المجتمع المصري. طبعا نواقص شديدة جدا، في مأساة حقيقية بنعيشها كل فترة. طبعا حضرتك يعني في قرار لرئيس مجلس الوزراء بانشاء 3 هيئات تنظيميه لسوق الدواء، ده بقى لنا شهر ونص. اليوم طلع قرار وزاري بعمل انشاء لجنه سياسات دوائيه. طب انا في قرار رئيس مجلس الوزراء من شهر ونص انشاء 3 كيانات، ما يسمى المجلس الاعلى للدواء والتنظيمات بالنسبه لموضوع وضع السياسات للدواء كله، وفي هيئه بيسموها هيئه العامه للتكنولوجيا الطبيه، دي مسؤوله عن الاستيراد كل ما يخص قطاع الدواء والمستلزمات الطبيه، وفي هيئه عامه للرقابه الدوائيه. انا لسه ما هنا، احنا لازم يا استاذه دينا نحدد فين المشكله. يعني انا في قرار رئيس مجلس وزراء النهارده، في طلع قرار بانشاء لجنه السياسات الدوائيه ومع اساتذه افاضل، يعني انا بحترم وبنحترم الاساتذه. احنا لابد ان احنا يكون في استراتيجيه عامه يتم الاتفاق فيها. كان التصور بتاعنا كمنظمات مجتمع مدني، وكان الكثير من النقابات منها النقابه الهامه المنوط بيها اللي هي نقابه الصيادله، ان احنا نعمل او من طالبنا، وفي 4 مسودات قدام مجلس النواب ما يسمى بالهيئه العليا للدواء. تمام.